أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن شركة هيونداي بتكشف عن سيارتها الجديدة هيونداي إنترا الجديدة عالميا. ده هيكون موضوعنا النهاردة، ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معنا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة، يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي حضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. كشفت هيونداي الكورية عن نسختها الأحدث من سيارتها السيدان الإنترا التي تأتي للمرة الأولى من فئة الكوبي ذو الأربعة أبواب، كما جاء الجيل الجديد من الإنترا بتصميم خارجي وداخلي جديد كليا. السيارة زودت بنوعين من المحركات، الأول يعمل بنظام هجين يعتمد على محرك تقليدي سعة 1600 سي سي إلى جانب محرك كهربائي يولدان معا قوة 139 حصان، أما المحرك الثاني سعة 2000 سي سي يولد قوة 147 حصان. وتم تزويد السيارة بشاشات عرض كبيرة وأنظمة تقنية متعددة. إن شاء الله في مواضيع قادمة هنقول لحضراتكم على مواصفات السيارة الجديدة من شركة هيونداي اللي هي هتبقى اسمها هيونداي الإنترا 2021. موضوعنا النهاردة خلص، استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو او استفدت منه ما تتخدش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.